قالت وكالة فرانس بريس أن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس يقوم بزيارة إلى أفغانستان مع الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي يانس ستوتنبرغ. وتأتي هذه الزيارة رفيعة المستوى غير المعلنة للعاصمة الأفغانية كابول بعد أسابيع من تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال المزيد من القوات إلى أفغانستان التي مزقتها الحرب. كما يأتي الأمر في الوقت الذي تكافح فيه قوات الأمن الأفغانية لردع متمردي طالبان. وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة المسلحة في حالة هجوم منذ انسحاب القوات المقاتلة بقيادة الناتو نهاية عام 2014، وتمثل التدخل الأمريكي في أفغانستان ضمن أكبر نزاع في البلاد، وقتل ما يقرب من 2000 جندي أمريكي في أفغانستان بين عامي 2001 و2014، رغم أن الولايات المتحدة أنهت رسميا العمليات القتالية في أفغانستان، لا يزال الآلاف من قواتها وغيرها من قوات ناتو هناك.